سلمى، بدنا نحكي اليوم عن عادة صارت يعني مترافقة مع الناس، صارت إدمان للناس، وحتى الإقلاع عنها صار شبه مستحيل بهي الظروف. السيجارة اللي عم تأثر يمكن كتير سلبا على الحالة النفسية وعلى الجهاز التنفسي عند الأشخاص المدمنين، خلينا نقول اللي عم ترافقهم بالفرح بالحزن بكل الأماكن، صارت إدمان لدرجة أنه صارت كمية التدخين اللي عم يدخنوها بقلب اليوم أكثر من يمكن باكيتين أحيانا. مزبوط. عم نشوف هذا الشيء ظاهر من المجتمع اللي حوالينا. اليوم بدنا نعرف كيف ممكن يتخذ قرار الإقلاع النهائي عن التدخين. اليوم بدنا نعرف شو المضار كمان، وخاصة أنه يعتبر كثير من المدخنين هالأمر شبه مستحيل وكثير صعب. رح نعرف الخطوات الصحية اليوم مع أكيد دكتور نور منسترلي، أخصائية بالصحة العلاجية، لتقلنا عن كيف فينا نقلع عن التدخين. صباحك نور. يسعد صباحك. يعني دكتورة نور، خلينا نبلش ونحكي قبل ما نقول شو الوسائل اللي ممكن تساعد بالإقلاع. بنسمع كتير عن مضار التدخين وانه السيجارة واحدة قديش ممكن تضر، بتضر ما بتضر، لا الأرجيلة بتضر أكثر، وكتير نظريات عن هذا الموضوع. مؤخرا كل ما بنستضيف حدا بيخص الكورونا ولا حتى السرطان ولا خلينا نقول كياس المبيض، أي شيء بيقولوا السيجارة والدخان بيأثر. خلينا نحكي عن مضار التدخين قبل ما نبلش بالإقلاع. أول شيء صباحكم خير. صباحك. إن شاء الله. شوفي، أول شيء حبلش بجملة أني أنا ما بدخن ولا بأرجل، مشان أي شخص عم يتابعني ما يقول أنه هي عم تنظر علينا وهي بتعمل مثلنا. أنا ما بدخن ولا بأرجل، عندي رادع داخلي بخليني انه انا ما بدي اخلي شيء يتحكم فيني، لانه انت بتعرفي لما نحن بندخن 2 سيجارتين 3 4 فهذا شيء يوما ما حيعمل لي ادمان، وهو حيمشيني على كيف، مو انا حمشي على كيفي، فانا ما بحب اخلي شيء يمشيني هو. اكثر من 7 مليون شخص بيموتوا سنويا بالعالم بسبب التدخين، وما بينتج عنه من مشاكل سرطانات رئه او امراض قلبيه او جلطات. طبعا 7 مليون هي حول العالم، بس قد نصهم تقريبا بامريكا. تمام. هلا بالنسبه ل فينا نقول الاشخاص السلبي المدخنين السلبيين اللي هن عم بيشموا بس الريحه، فهو 600,000 حول العالم بيموتوا سنويا بس من التدخين السلبي المحيط. فنحن ما فينا نقول الشخص اللي عم يدخن هو اللي عم يضر حاله ونحن ما عم نضر حالنا، لا، اللي عم يدخن واللي حواليه كلهم بينضروا، بس كل واحد بدرجة معينة متفاوتة عن الشخص الآخر. هلا نحن لما بنوقف ما بيصير انه نحن نوقف بشكل كامل عن التدخين، لازم نسحبه بشكل تدريجي لحتى ما يصير معنا علامات انسحابيه لبعدين ومشاكل قلبيه لبعدين. يعني كيف مثل ما سبق وحكينا عن يعني بحلقات سابقه برمضان، انه كيف نحن لحتى نوصل لرمضان ما يصير الاشخاص اللي بيدخنوا ما يصير وجعنا راسنا ويصير معنا مشاكل الاشخاص اللي بيدخنوا، بدنا نخفف بشكل تدريجي. ونفس الشيء اللي بده يقلع عن التدخين بده يقلع بشكل تدريجي. يعني نحن مثلا بندخن باكيت بيصيروا مثلا 10 سيجارات، بعدين بيصيروا 5، شوي شوي بندخنه. هو شو فكرة السيجارة؟ نحن مو نحن متعودين على السيجارة انه بننفخ لحتى نفش خلقنا، لا، النيكوتين الموجود فيها هو اللي بيعمل تمام، هو لما هاي المادة بتفوت على الدماغ فهي هاي المادة نيكوتين بترتبط بالنواقل العصبية الموجودة بالدماغ، وخصوصا بالاستيل كولين نيكوتين. هذا الناقل العصبي هو اللي بيعطينا شعور بالارتياح وبيعطينا شعور بالسعاده، هو يعني كمان مثله مثل عمل السيروتونين، مثل عمل نور ابينفرين اللي ممكن يعطونا شعور بالراحه. فلما بينتقل لما بيرتبط هذا الناقل العصبي بهذا النوع من المواد فبيدمن عليها شوي شوي، لهيك انسحابها حيكون صعب. اغلب الناس متعودين انه كل شوي يشغلوا سيجاره ويمسكوها، لحتى أول خطوة للأشخاص اللي حابين يقلعوا عن التدخين بدنا نملي إيدنا بشيء. العقل الباطن دائما متعود من 21 ل 40 يوم ليغير عاداته، فنحن إذا سنين طويلة متعودين على التدخين صعب علينا بين يوم وليلة نوقفه. فأول شغلة لازم إن إيدنا نمليها بشيء مثل البزر،
ومثل البوشار. هلا هن نور يمكن العالم بخافوا بيقولوا لك اذا بدي اقلع عن التدخين بكره بسمه بزيد وزني. طبعا. خلينا نحكي اليوم على البدائل الصحيه بما انه ذكرتي انه فينا نملي ايدنا بشيء. شو البدائل الصحيه للاقلاع عن التدخين؟ وهل ممكن يكون تدريجيا يعني مثلا كان يدخن باكيت في يدخن خمسه هيك 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 ولا فورا يقطع؟ شوفي دائما الشخص اللي بده يقلع عن التدخين بده يسمن دائما لانه السيجاره هي مانعته انه يشرب شيء او ياكل شيء، خصوصا بعد الوجبات الدسمه. يعني هلا نحن لما الواحد بيكون معزوم عزيمه بيشتهي انه يدخن سيجاره بعد وجبه دسمه، لهيك اول شيء لازم يمتنع عن الاكلات الدسمه اللي فيها دهون عاليه جدا، يلجا للخضروات والفواكه اكثر، يلجا للشيء الخفيف البروتين اللي ما فيه بيعطي شعور بالشبع وبنفس الوقت ما فيه دهون، هيك نحن اول عامل انه نحن يشتهي سيجاره بعد وجبه دسمه بنبعد. الشغله الثانيه لازم يملي ايده دائما بشيء لانه هو متعود فورا انه يشغل ويدخن. الايد دائما بتلعب بس يعني بس تشوفي ايدك عم بس واحد يدخن يمسك تبعات الستريس فورا انه يلعب فيهم، هدول كمان لهم علاقه بالاعصاب تبع الايدين، يمسك يفسفس بزر مقدور انه السمن بيقدر يمشي، يعني الواحد يلعب رياضه يخفف شوي بيقدر يعمل كنترول عليه. كمان يمكن بيساعد على تخفيف تمام الصيام، خصوصا كمان هلا الصيام متقطع كمان هو بنفس الوقت بيخسر وزن وبنفس الوقت بيكون عم يعمل عادات صحيه. البزر قلنا والبشاير، بدنا نلجا للعصائر بدل البيبسي والكافيين لانه لما الواحد بيشرب متعود يشرب سيجاره مع فنجان القهوه او مع الشاي الصبح غير مين ما بخليه يتعود انه فجاه يلغيها، فبده يبعد عن القهوه والكافيين اللي هو يعني يبعد عن كل سبب كان هو متعود يشرب سيجاره مع الدخان مع القهوه بعد الوجبه الدسمه، بدنا نلغيهم هدول من حياتنا يعني نستبدل الكافيين بعصائر طبيعيه، نستبدل البيبسي والعصائر سوري المشروبات الغازيه بشيء طبيعي دائما لحتى يعني لانه لما انت بتشرب السيجاره بعد كاسه عصير بصير في مرار عرفتي الحساسات الذوقيه تبع التذوق بتنضرب ما عاد بقى بيستطعم بيقول يا ريتني ما دخنت السيجاره. فنحن بدنا نشتغل على فكره العقل الباطن شو متعود نحن نمشي عكسه لحتى نتعود عادات جديده. كمان بدي الفت نظركم على معلومه انه السيجاره بتحتوي على 70,000 ماده كيماويه، هي 70,000 ماده كيماويه فيها 70 ماده منهم بتسبب سرطانات رئه عرفتي. كمان نحن ننتبه لما بنحط هاي المعلومات انه نحن بدنا نبعد عن الاثار الجانبيه اللي عم تسببها الدخان لا شعوريا، بصير عندنا دافع اكثر انه نوقف دخان لدرجه انه نحن لما بنوقف دخان لمده 24 ساعه بخف عنا ضيق النفس، لما بنوقف الدخان لمده 48 ساعه بخف عنا السعله، لما بنوقف ل 72 ساعه ببلش يخف عنا اللهته هي لثلاث ايام. فكيف لشهر شهر بصير بلغم هالقصص المترافقه مع 100% من شهر لثلاث شهور لما بنوقف دخان بصير عندنا خطر الاصابه بخف عنا المشاكل الرئويه، بعد سنه بتخف مشاكل الاصابه بنوبات قلبيه للنص تقريبا، من لخمس سنين بصير عندنا استشفاء بشكل 60-70% بعد 10 سنين من التدخين للشخص يرجع طبيعي. فتخيلي انت بدك تحسبي حساب 10 سنين لقدام نحن كيف بدنا نعمل. بدنا نلجا اول شيء للرياضه كمان لهي حالنا بالرياضه، ومثل ما قلنا هي الشغلات البديله مثلا فينا نقرش بالخيار العجور القته بيحتوي على كميات عاليه من المي وما فيها كالوري كثير فما بتسمن، وبنفس الوقت نحن فينا نقرشها بشكل دائم يعني. يعني نصائح متعددة ودائما خلينا نقول اليوم بعدنا شوي عن النظام الغذائي وشو بناكل وبدنا ننحف بدنا نسمن، أخذنا شيء أهم اللي هو الصحة اللي هي طبعا لولا الصحة الإنسان ما بيقدر يعمل أي شيء بحياته. بختام حديثنا بدنا نشكرك دكتورة نور، نتمنى لك الصحة والسلامة. أكيد بدي أقول شغلة أخيرة، اي حدا هلا بالبيت يمسك سيجاره ان كان مدخن ولا ما انه مدخن، يمسك سيجاره ويشغلها ويطفيها بايده، هون بتوجع اكثر من هون، يطفيها بايده. اذا تخيلوا الوجع السطحي اللي عم تسببه حرق، حيصير في حرق اجباري، فهذا هذا الجرح سطحي، هذا الحرق سطحي، فتخيلوا شو عم تعمل برئتيكم وشو عم تعمل بجسمكم من جوا. وقتها قرروا يا بتوقفوا التدخين يا بتضلوا مستمرين. لا ان شاء الله بيقرروا يوقف. يعني نحن بنضم صوتنا لصوتك على مدار التدخين، بنتمنى الكل فعلا
حتى الدخان صار غالي يعني. فبيوفر واحد عجبته شوي. شكرا لك يا دكتوره. ميرسي زينب. شكرا. ميرسي لكم.